تحية رياضية مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. بلغ بايرن ميونخ الألماني بطل القارة الأوروبية المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم والمقامة في قطر بعد فوزه على الأهلي المصري بطل القارة الإفريقية بهدفين. الأفضل في العالم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وضع البايرن بالمقدمة عند الدقيقة 17. بعد الهدف حاول الزعيم الإفريقي التعديل لكن دون جدوى. بالمقابل استمر البايرن بأفضليته التي ترجمها ليفاندوفسكي للهدف الثاني له ولفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بأربع دقائق. وبفوزه صعد البايرن للنهائي ضاربا موعدا مع تيغيريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف الذي تخطى بدوري عقبة بالميراس البرازيلي بطل ليبرتادوريس في نصف النهائي. إذن منافسات مثيرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم، ولمناقشة كل ذلك ينضم إلينا من العاصمة الإسبانية مدريد خالد غنيم مدرب شباب نادي رايو فايكانو الإسباني سابقا، ومن بومرداس التونسي المحلل والمدرب الكروي الكابتن محمد سالم. فأهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام على شاشة قناة اليوم، وأبدأ مباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد مع الكابتن خالد. كابتن خالد، البايرن يحصد ما زرعه في الفترة الأخيرة ويصعد لنهائي المونديال، هل كان الصعود مستحق؟ طبعا في البداية برحب بك يا صادق جباي وكابتن محمد كل مشاهدينك. بدون شك البايرن فريق قوي، الفريق ما عندوش مشاكل تكتيكية، عنده استقرار فني، عنده استقرار إداري، فريق جاي من 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 بطولات كتير قوي، رغم كده عنده جوة زي ما بيقولوا ان هو يكسب، ان هو يكسب اي بطولة، ان هو يكون موجود، ان هو يثبت نفسه ان هو البطل. فريق استحوذ على الماتش بشكل كامل. شفنا الماتش للأسف الناس اتكلمت بشكل كويس عن النتيجة، اتكلمت بشكل كويس بالنسبة لجماهير طبعا النادي الأهلي، لكن في النهاية هي خسارة مستحقة، لأن الأهلي ما قدرش إن هو يبقى يفرض شخصيته في الماتش. يمكن كان في شوية مشاكل بالنسبة للفريق ممكن نتكلم عنها، إن هي الجاب اللي بين اللاعب الاوروبي واللاعب العربي او الفكر الاوروبي والفكر العربي، ما كانش فيه تركيز تكتيكي، كان في كتير قوي يعني كان في كلمه بتتقال في الاعلام بقالهم يومين بيتكلموا فيها، كل برنامج بيتكلم عن حاجه اسمها سرعات اللاعبين. طبعا كلمه سرعات اللاعبين تفرق قوي بين ان انت بتتكلم كمدرب، هي اسمها تركيز تكتيكي، ان اللعيب بيتحرك صح، بيتحرك في التايمنج صح، ده التايمنج اللي احنا بنتكلم فيه. اما كلمه سرعات دي سرعه بدنيه، وده مش ما كانش فرق كتير قوي بين الاهلي وبين بايرن ميونخ. شفنا لعيبه عندها سرعات كتير قوي، على سبيل المثال كومان ومحمد هاني ما قدرش ان هو يعدي منه كتير، محمد هاني كان واقف على رجله في طول الماتش، في نفس الوقت كان ديفيز اللي هو واحد من اسرع اللاعبين اللي موجودين، لكن هي التايمنج، هي الفكر التكتيكي والتركيز التكتيكي كان عندهم الحته ديت اعلى من النادي الاهلي. شفناها في الباص والتسليم والاستلام، كان النادي الاهلي مش عارف يطلع كوره من تحت لفوق عشان ما عندوش القدره التكتيكيه والتركيز التكتيكي ان هو يطلع صح. نعم. انتقل الى بومرداس الكابتن محمد. كابتن محمد، كما تفضل الكابتن خالد، شاهدنا تركيز بدني وفني في صفوف البايرن بالمقابل ارتباك وعدم تركيز في صفوف النادي الاهلي. اهلا عبد كابتن عبد الجبار، وتحيه لك، تحيه لصديقي العزيز خالد غنيم. يعني فيما يخص مباراه يعني بايرن ميونخ والاهلي المصري، حقيقه ممكن القول اني توقعت هزيمه الاهلي، ولكن المحزن هو اداء الاهلي، يعني كان مخيب للامال، يعني ربما يمكن القول ان الاهلي خسر المباراه قبل بدايتها. لاحظنا البايرن سيطر بالطول والعرض
البيان فرض أسلوبه على فريق الأهلي. ربما هناك كما قال الكابتن خالد، ربما هناك حاجز نفسي، يعني هذا الحاجز موجود عند العرب. موسيماني ربما لم يقم بتجهيز لاعب النفسانين قبل اللقاء، أيضا ربما لم يقرأ جيدا طريقة لعب بايرن ميونخ، لأنه أهم شيء لاحظته هو يعني غياب التركيز، وأيضا هناك عدم التمركز في وسط الميدان. إذا غياب التمركز مكن البايرن من السيطرة، مكن البايرن من الهجوم عن طريق الأطراف جنابري وكومن، وأيضا في الوسط عن طريق مولر وليفاندوفسكي، إضافة إلى يعني المساندة الدائمة للاعبي الارتكاز في بايرن ميونخ وهما كيميتش وروكا. هذا لم نجده في الأهلي المصري. الأهلي المصري يعني دخل اللقاء يعني بوجه شاحب، تراجع إلى مناطقه الخلفية، وبالكاد تقريبا أغلب ردهات اللقاء تحملها الشناوي والدفاع. هنا عندما نقول يعني غياب التمركز، يعني الأهلي من الصعب أن يقوم بافتكاك واسترجاع الكرة، وحتى عند الاستحواذ لا يجد حلول. إذن هنا قوة التركيز عند الألمان الذين جاروا النسق بالطريقة وبالكيفية التي يريدونها منذ بداية المباراة إلى ربما حتى النهاية. وأعيب بعض الشيء على موسيماني أنه قام بالتغييرات يعني متأخرة، ولم تحدث يعني تغيير كبير في الأهلي. كما قلت يعني أنا لست مستاء من النتيجة، لأن النتيجة مقبولة، ولكن الأداء أداء الأهلي يعني كان محيرا. وربما لو هناك مجال سوف أعطي بعض الأمثلة. تذكرون منتخب الفراعنة في 2009 في كأس القارات، رغم أن المنتخب المصري كان الأضعف، ولكنه فاز على المنتخب الإيطالي، وأيضا فانهزم أمام البرازيل، ولكن قدم أداء رائع شهد له الجميع. وفي تلك الفترة المنتخب المصري كان يضم تقريبا 7 أو 8 لاعبين، أبو تريكة ووائل جمعة من الأهلي المصري. أيضا المنتخب الجزائري نفس الشيء في كأس العالم 2014، رغم أنه انهزم، ولكن هزم وقدم أداء ممتاز أمام المنتخب الألماني. وأعطيك على الفرق، فريق النجم الرياضي الساحلي في 2007 في اليابان، يعني في النصف النهائي انهزم أمام كوكا جونيور، ولكن قدم أداء ممتاز عكس الأهلي، يعني النتيجة وأداء كان مخيف. نعم كابتن خالد، لماذا دخل أو خسر الأهلي قبل المواجهة، ولماذا دخل المواجهة وهو بوجه شاحب فعلا، رغم أنه كان الأكثر راحة والأكثر اطمئنانا وهو وصل قبل البايرن إلى الأراضي القطرية؟ لو اتكلمنا من الأول نتكلم على المنظومة. في منظومة النادي الأهلي كان بجايبة مدرب كان اسمه كاترون، واحد من أحسن المدربين اللي بيشتغل الشغل الدفاعي والشغل اللي هو الاسلوب الفرنسي، اللي هو بيدافع كويس وبيلعب على هجمات المرتده السريعه والتحولات الدفاعيه الهجوميه. وجماهير النادي الاهلي كانت بتعترض عليه وكانت مش عاجبها الاسلوب والكلام ده كله. فجه بعده فايلر السويسري، عمل شكل اللي الاهلي بيحبه، الجماهير الاهلي بيحبه، الاستحواذ اللي تبقى متملك للماتش ومتملك لزمام الامور في المباريات ومتحكم في الماتش من اوله لاخره. وبعد ما مشي فايلر جه موسيماني، المفروض ان هو جاي من عشان نفس الاسلوب اللي كان بيقدمه في سان داونز. وانا كنت واحد من الناس المؤيده للفكره ان انت تجيب مدرب مهما كان اسمه. انا معترض على فكره مدرب محلي او اي مدرب او مدرب اجنبي، الكلمه دي بتحسسني بجهل الاداره. انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي، على اي نادي في العالم لما بيجي يتكلم عن مدرب ويحط كلمه محلي او اوروبي او مدرب وطني او اي مسمى بعيد جنب كلمه مدرب، دي انا بعتبرها جهل الاداره. ما عندهاش اي منظومه، ما عندهاش اي منهجيه، مفيش اي فكره ورؤيه، دايما هي كلمه مدرب هي دي اللي احنا بندور عليها. فهم جايبين موسيماني من سان داونز عشان الفكره ديت، عشان كان بيلعب الكره الشامله والاستحواذي، كان بيلعب بيعتمد على اللعب بين الخطوط، ان هو بينزل لعيبه بتستلم بين الخطوط والتحول، وكان بيلعب دايما بلعيب اللي هو المحوري عشان يسحب الفريق ويعمل الثغرات وبعد كده يستغلها في المناطق المهمه جوه منطقه الجزاء. وهو ده اللي كان الاهلي عاوزه عشان يكمل اسلوب فايلر. للاسف موسيماني في كل المباريات الكبيره، في كل الماتشات الكبيره، حتى قصاد الزمالك في نهائي افريقيا وفي قدام الدحيل، نفس الفكره، بيعمل ضغط عالي في بعض الاوقات الماتش، وبعد كده بيقفل عشان يجبر الفريق اللي قدامه ان هو يستهلك بدنيا، وبيعتمد على قدرات لعيبته بعد كده في التحولات الدفاعيه الهجوميه والكرات الثابته وكده. طبعا جماهير النادي الاهلي مش محتاجه الاسلوب دوت، او ما بيعجبهاش الاسلوب دوت. فدي انا يعني من المكان دوت بقول لموسيماني، خد بالك جماهير الاهلي ما بتستحملش
تدافع ما بتستحملش ان هي تشوف الفريق بتاعها متكتل. فهو ده اللي احنا شفناه في ماتش الدحيل، رغم ان هو في الشوط الاول لعب في الضغط العالي وقدر ان هو يستغل ويربك الفريق الدحيل ويحرز الهدف، كان عامل شوط اول كويس قفل على الفريق الدحيل. وطبعا الناحيه الثانيه كان فريق الدحيل في عنده شويه ارتباك في الـ في الـ في ان هو يخرج من تحت لفوق تحت الضغط النادي الاهلي. في الشوط الثاني شفنا الدفاع ويرجع تاني الاسلوب اللي هو بيلعبه في الماتشات النهائيه والماتشات الكبيره موسيماني في الفتره الاخيره، وده اللي هو الغريب عليه اللي هو ما كانش بيعمله قبل كده في سان داونز. وده اللي انا بقوله ان جماهير الاهلي مش هتستحمل ان هي تشوف فريق الاهلي نعم. بالشكل دوت بعد كده نعم، فهتبقى مشكله بالنسبه له. فاحنا دخل الماتش بالفكره ديت ان هو هيدافع وهيلعب على فكره واحده. طبعا هو دخل بطريقه 1 4 2 3 1 اللي هو معتمد عليها، بس في الملعب شفنا 1 4 4 1 1 اللي هو كان بينزل قفشة وكهربا بس اللي قدام، كان بيعد على فكره كامل ان هو يستلم قفشة وبعد كده يستغل سرعات كهربا في الكوات في ظهر المدافعين. الفكره كلها كويسه بس التنفيذ كان سيء، لان كان قفشة لما كان بينزل يستلم كان المفروض ان هو الفكره ان هو بيسحب واحد من الاثنين المدافعين المساكين بواتنجا ولابا في الوقت دوت. المفروض كان في تحرك بيعمله كهربا ما كانش بيعمله، كان بيعمله غلط، لان يعني المفروض انت لما بتقطع الكوره في جنب بتلعب الكوره في الجنب العكسي في النص الثاني من نص الملعب، بحيث ان هو تلاقي مساحه يستلم وبعد كده يتحرك. المفروض في نفس الوقت اللي هو التايمنج اللي احنا كنا بنتكلم فيه التركيز التكتيكي، ان كهربا بيروح الناحيه اللي فيها الكوره عشان يسحب المدافع اللي هو معاه على سبيل المثال لو كان بواتنج، ونفس الوقت يدي قفشه ثانيه من لحظه ان هو يربك ألابا ان هو يطلع مع قفشه او ان هو يفضل يبص وراه للعيب اللي بيتحرك في ظهره. فهي دي النقطه اللي ما كانوش بيعملوها، كان بيروح في الناحيه اللي بيروح فيها قفشه في نفس الوقت، فالاثنين مش شايفين. فدي اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، التركيز في التكتيكي كان ضعيف، وفي نفس الوقت الفكره نفسها ما كانتش موجوده، الفكره كانت بتتعمل غلط. الفكره كانت الاساسيه كانت صح ان انت تلعب على لعيب اللي هو المحور اللي هو قفشه، ان انت هو يستلم وبعد كده يوزع في ظهر المدافعين الالمان بحيث ان هو يستغل سرعات كهربا، بس في نفس الوقت ده كله لازم حاجه اسمها التايمنج او اللي هو الفكر التكتيكي تكون معموله بشكل صح، ان انت تطلع المدافعين الاثنين مدافعين في لحظه معينه وتستغلها. هي دي كانت فكره موسيماني، وفي نفس الوقت يقفل الملعب من الجنبين اثنين عشان ما يخليش بايرن ميونخ يسمح له ان هو يلعب على الاجناب، لان بايرن ميونخ هو بيعمل نفس الشغل في كل المسابقات مع هانز فيلكا، بيعتمد ان هو يجيب الفريق اللي قدامه في جنب معين بحيث ان هو يضغط اللعيبه ويجمعهم في جنبه، وبعد كده بيلعب الكوره للعيب اللي هو كيميتش او اللعيب اللي بيلعب جنبه مهما كان مين. في الماتش ده كان مثلا نوكا بتلعب له وبعد كده بيعمل الكوره جيد الناحيه الثانيه عشان يعمل واحد ضد واحد في الجهه العكسيه، او ان هو بيعمل عرضيات على ليفاندوسكي ومولر، او بيعمل كوات للي جاي من تحت، كان بيبقى دايما مولر وجيميتش هم دول اللي بيكملوا. فهي دي الفكره ان هو كان عند موسيماني ان هو يقفل العمق وفي نفس الوقت يعمل زياده على في الجنبين عشان ما يعملش الحته ديت، وفي نفس الوقت الاتساع الملعب ما يتعبوش. والناحيه التحول الهجومي الدفاعي اللي كان بيعتمد عليه عن طريق قفشه اتكلمنا فيه ان هو اللي كان بيتعمل غلط. التمركز الدفاعي اللي كان بيعمله كان واقفين صح، بس في نفس الوقت كان بيقف فيه مع تحركات لعيبه البايرن كان بيحصل بعض الثغرات اللي بيسيبوها، وده اللي هو التركيز التكتيكي اللي هو بيبقى فيه لعيب بياخد الزياده العدديه الزياده التمركزيه ان هو بيتحرك قبل اللعيب اللي قبله بحيث ان هو يسبقه او ياخد الحته الفاضيه منه، وخلق المساحات كانوا بيستغنوا ان ما فيش مساحات كانوا بيسيبها النادي الاهلي في المناطق بتاعته، لكن كانوا بيخلقوها عن طريق تحركات مولر وليفاندوسكي وكيميتش اللي كان بيخش روكا كان بيطلع كان كيميتش بيرجع تاني بحيث ان هو يخلق المساحه ديت عن طريق تحركاتهم وتبادل المراكز اللي كانوا بيعملوه. نعم. هي دي اللي حصل في الماتش، فده اللي ايبك النادي الاهلي، ما كانوا هم مش متعودين قبل الاسلوب دوت، مش متعودين على التركيز التكتيكي العالي قوي من اللعيب الالماني اللي كان موجود. طيب كابتن محمد شرح وافي لطريقة لعب الأهلي وما أراده موسيماني مدرب الأهلي من فريقه وعدم قدرة لاعبيه على تنفيذ الخطة المرجوة على أرضية الميدان، السبب هو العملاق البافاري أم عدم قدرة اللاعبين على تجاوز أو الخطوط الحمراء الذي وضعها مدرب بايرن ميونخ هانز فليك؟ أكيد يعني البايرن دائما يلعب على حقيقة إمكانياته،
البايرن ربما مع أي منافس سوف يحط نفس التكتيك ونفس الخطة، ولكن ربما موسيماني يعني لم يقرأ حسابه لهذه الناحية. ربما موسيماني كان يعول كثيرا على نفس الأداء الذي كان أمام الدحيل، ولكن ربما تناسى أنه أمام يعني الدحيل يعني تقريبا يمكن لاعبي الربط نجحوا كثيرا في وسط الميدان، أفشا ومحمد طاهر وساندوا الهجوم يعني وخلقوا العديد من الفرص، ولكن المشكلة أمام البايرن في اللاعبين يعني ما نعبر عنه بالفكاكة، أي أنه أمام البايرن ميونخ يعني يجب أن توفر الصلابة الدفاعية أيضا التركيز التكتيكي العالي لربح يعني الثنائيات. تقريبا شاهدنا فريق بايرن ميونخ ربح كل الثنائيات سواء الهوائية والأرضية، ربح يعني الكرات الثانية. هنا نقطة الضعف، ربما موسيماني لا يتحمل المسؤولية كاملة، ولكن يعني قارنة إمكانيات البايرن مع إمكانيات الأهلي المصري لا يمكن للاعب وسط ميدان الأهلي المصري أن خصوصا يعني اللاعب الارتكاز أن يتفوق على اللاعبين مثل كيميتش أو روكا الذين أثبتوا علو كعبهم، يعني لاعبين يعني يمكن أن يكونوا لاعب ارتكاز أيضا صانع ألعاب أيضا لاعبين مساندين. يعني لاحظنا في أكثر من مناسبة كيميتش وروكا يعني في منطقة الجزاء يعني ساندوا بشكل مكثف عكس يعني الأهلي المصري الذي يعني وجد العديد من الصعوبات. وقلت أن غياب التركيز هناك اختلال توازن في وسط الميدان هو الذي بعثر يعني أوراق الأهلي وبعثر أوراق موسيماني، لذلك وجدوا يعني العديد من الإشكاليات سواء في بناء الهجمة أو عند التغطية، لذلك وجد البايرن المساحة الكافية كي يخلق العديد من الفرص. يعني ربما الشناوي كان في يعني أوج العطاء وتصدى العديد من الكرات، ولا يعني لكانت النتيجة أثقل. وكما قلت يعني أنا لست مستغربا من النتيجة، ولكن أداء، لأني كنت متأكد أن الأهلي المصري بنفس اللاعبين لو يعني كان هناك كثير من التركيز ولو كانت هناك يعني إحاطة نفسية وجاهزية بدنية يمكن أن كنا نشاهد الأهلي كان يقدم مباراة أفضل، لا نقول مباراة ممتازة ولكن أفضل مما لاحظناه الذي وضع يعني موسيماني أمام يعني العديد من الانتقادات في الشارع الرياضي المصري والعربي. نعم فعلا كابتن محمد، انتقادات واسعة طالت موسيماني وحتى الأهلي، لكن كابتن محمد برأيك ألم يكن من الأفضل أن يجازف الأهلي في الشوط الثاني إلى الناحية الهجومية عسى ولعل يطرق مرمى بايرن ميونخ، وخاصة هو يعاني كما شاهدنا في الفترة الأخيرة، خرج من مسابقة كأس ألمانيا وأيضا تعرض لخسارة في الدوري. أكيد كابتن عبد الجبار، يمكن كان يمكن أن يجازف الأهلي المصري في الشوط الثاني، ولكن كما قلت الشوط الأول يعني تقريبا تحمل عبء الدفاع، تقريبا بدنيا انهار الأهلي المصري وربما لم تعد لديه الإمكانيات الكافية للهجوم. وأيضا كما أشرت في بداية الحلقة ربما عدم التحضير النفساني، ربما الأهلي تخوف من نتيجة ثقيلة، يعني هذا ما جعله عاجز عن المجازفة. حتى في الشوط الثاني يعني تحسنت نسبة امتلاك الكرة يعني نسبة طفيفة، ولكن عندما تجد 65% نسبة امتلاك الكرة لفئة البايرن تأكد يعني أن اللاعبين يعني كانوا خارج الإطار تكتيكيا يعني ونفسيا، وذلك ما أثار يعني حفيظ العديد من المتابعين، وأنا أحد الأشخاص الذين نقضوا بشدة يعني موسيماني يعني أداء الأهلي المصري لما تعود بمثل هذا الأداء. حتى في يعني مشاركات الأهلي السابقة يعني حتى ولو كان الخامس أو السادس وكان الرابع أيضا والثالث، ولكن الأداء كان يعني دائما في مستوى تطلعات عكس الأمس، يعني المستوى يعني بعيد كل البعد عن تاريخ الأهلي المصري، هذا الفريق العريق الذي كنت قلت أنه من أفضل الفرق في أوروبا ويرنو في إفريقيا ويرنو نحو العالمية. نعم كابتن خالد، نترك مباراة الأهلي ونذهب لنصف النهائي الآخر. تيغيريس المكسيكي يصنع المفاجأة ويكسر عقدة نصف نهائي لأول مرة في تاريخ الأندية المكسيكية ويبلغ النهائي على حساب بالميراس البرازيلي. بالضبط، تايغرز المكسيكي قدر أن هو يفوز على بالميراس، قدر أن هو يحجم الفريق نفسه. شفنا الفرق بين فريق
لو رجعنا تاني الماتش الاهلي معلش في اعتراض بس على كلمه واحده، كلمه مجازفه. كره القدم ما فيهاش مجازفه، كره القدم فيها ان انت تبقى عندك الفكره وتنفذها. كل ما يكون عندك الفكره مفيش حاجه اسمها مجازفه، المجازفه ان انت تعمل حاجه ما انتش عارف انت بتعملها ازاي. فهي دي برضو لازم نوضح للناس، كره القدم ما فيهاش مجازفه. المجازفه ان انت تعمل حاجه ما انتش عارفها او ما انتش فاهمها او ما انتش عارف تعملها ازاي. وده اللي احنا شفناه في الفريق المكسيكي. الفريق المكسيكي بيعتمد على البلوك الدفاعي القصير، ما بيضغطش ضغط عالي، لكن في نفس الوقت عارف بيعمل التحولات الدفاعيه بتاعته ازاي. شفنا في نقط في الماتش تخليك تركز معاها قوي. على سبيل المثال كام اوفسايد عملوه بالماس او وقع فيه بالماس، شوف التركيز، تفهم التركيز اللي كان موجود، الفرق بين الفرقتين. تايجرز بيلعب بخط دفاعه متقدم شويه، لكن في نفس الوقت عارف هو بيسيب مين اللي بيقف في الاوفسايد وبيطلع امتى، والتركيز الدفاعي وخط الدفاع كان مركز، كان التايمنج بتاعه كويس جدا. فهو ده اللي خلاه قفل قدام بالماس السكه للمرمى نفسها، مش مجرد ان هم متكتلين زي النادي الاهلي اللي كان متكتل في منطقه الجزاء وفي منطقه العمق قدام البايرن. طبعا مع اختلاف القضاءات بين بالماس وبين بايرن ميونخ، بس في نفس الوقت بالماس فريق اعلى من تايجرز. بس شفنا تايجرز كل كوره بيروح بيها بينهي كوره، بينهي الهجمه احسن من بالماس. كان عنده التركيز بتاعه والحافز بتاعه اعلى، المدرب بتاعه عارف هو بيعمل ايه، محفظ لعيبته التحولات الدفاعيه اللي بيعملها. كان بيعمل التحولات الدفاعيه الهجوميه عن طريق الاثنين مهاجمين والاثنين اللي بيطلعوا من تحت او اللي هو الطرفين في خط الوسط، سواء روني اللي هو اللي كان متميز قوي، الراجل اللي بيطلع بيفتح الناحيه الثانيه وبيسيب جيانك الفرنسي اللي كان بيسحب المدافعين في الجهه الثانيه عشان يفضيله، وفي نفس الوقت اللعيب جونساليس كان اللي بيقطع في ظهر المدافعين عشان يكمل من جوه في منطقه الجزاء. فالطرفين نفسهم الاثنين كانوا مميزين قوي، وفي نفس الوقت كان في الفكره واضحه عندهم، كانوا بيقفل دفاعه كويس وبيطلع في التحولات الهجوميه بشكل مدروس، وهم عارفين هم بيعملوها ازاي. التحركات كانت محفوظه، لما كانوا بيطلعوا بالهجوم المنظم كانوا بيطلعوا من ناحيه اليمين عشان يسيبوا ناحيه الشمال يطلعوا بيها براحتهم. بالماس كان بيتعود على الاسلوب بتاعه اللي هو مع البرتغال، ان هو بيطلع على الهجمات المرتده، على الهجمات السريعه اسف، وفي نفس الوقت كان بيعمل مع ادريانو اللي هو المهاجم، كان بيحاول ان هو يعمل تخلخل بس ما قدرش، لان كان الفريق المكسيكي كان حافظ التحركات بتاعتهم، كان بيسمح لهم بيتحركوا في نص الملعب بتاعهم وفي نفس الوقت مقفلين المناطق الدفاعيه بتاعتهم. في نفس الوقت كان لما كانوا بيسيبوهم يطلعوا كان من على الاجناب كانوا بيقفلوا العمق كويس، بحيث ان هم ما يتعملش عليهم كرات عرضيه خطا، ما بيتعملش الكرات في ظهر المدافعين، كانوا بيقفلوا المساحه في الوقت دوت. لكن هم كانوا مقفلين كل عناصر الخطوره سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. في نفس الوقت زي ما قلنا، اسف، هو روني لبالماس، اسف معلش، هو كان اسمه ايه اللي هو نعم كابتن كينو كده على ما اعتقد، كان اسمه كينو اللي هو ناحيه اليمين، والناحيه الشمال كان اللي هو كينيونز على ما افتكر، هم دول اللي كانوا موجودين. روني كان اللي هو الطرف الشمال بتاع بالماس، وده اللي كان عامل خطوره جامده جدا طول الماتش من ناحيه بالماس. كان بيسيبوه برضه بيقع في الاوف سايد، ما كانش عارف يتحرك لان كان التايمنج بتاعه كان ضعيف قوي، التايمنج في خط الدفاع زي ما قلنا كان هو اللي بيسبقه وبيخليه في الاوف سايد. كانوا بيسيبوا له مساحه اللي هي المساحه الوهميه زي ما بيقول ان هو بيروح فيها، بحيث ان هم يبعدوه عن مناطق العمق وبيخلوه يطلع على الاطراف. هو كان الماتش طول الماتش كده. لو شفنا رقم معين اللي بحب اتكلم بيه، لو شفنا عدد التسديدات لفريق تايجرز تقريبا كانوا 8، 4 منهم جوه المرمى، الناحيه الثانيه 7 تسديدات على المرمى منهم واحده بس جوه على الحارس اللي هو اللي كان كويس جدا مع الحارس البرازيلي برده كان متميز. الكره الوحيده اللي اتشاطت على مرمى تايجرز شوطه من بره المنطقه، هي دي الوحيده اللي كانت اللي بين الثلاث خشبات زي ما بيقولوا. نعم كابتن، ده اسمه تركيز، وده الفرق بين الفرقتين. فريق عارف هو بيعمل ايه، دارس الفريق. يمكن برضه فايتي اللي هو المدرب المكسيكي من اصل برازيلي، فعارف الكره البرازيليه كويس، عارف هو اسلوب بالماس ايه، عارف الفكر البرازيلي رغم ان هو في مدرب برتغالي، بس حافظ الفريق قوي وعارف اللعيبه بتاعت الفريق هتعمل ازاي، هتشتغل ازاي. فكان مقفل عليهم وعارف ان هو يستغل
النقط الضعف والمناطق اللي كان بيخلقها في ظهر المدافع. نعم، على كل وصلنا إلى الدور النهائي. طبعا كابتن محمد، في المباراة النهائية سيواجه تيغيريس العملاق الألماني بايرن ميونخ، توقعاتك للمواجهة وبرأيك من سيحرز اللقب؟ أكيد كابتن عبد الجبار، يعني رجوعا للتاريخ، الفرق الأوروبية كانت دائما هي على فرق يعني الليبرتادورس، وهنا لأول مرة عندنا يعني ممثل من الكونكاكاف وهو تيغر زونام المكسيكي الذي قدم يعني أداء ممتاز أمام أولسن هونداي وأيضا أمام بالميرس بطل ليبرتادورس. ممكن أعطي الأسبقية لبايرن ميونخ مع ضرورة احترام فريق تيغرز الذي له يعني دفاع منظم تقريبا مرتين، دفاع دفاع حصين، ايضا ميدان ممتاز، والمهاجم جينياك الفرنسي مهاجم مارسيليا السابق منذ قدومه يعني للأونام يعني سجل العديد من الاهداف، سجل في كونكاف 6 اهداف، الى حد الان هو هداف الدوره ب3 اهداف. يمكن هذه من الامور التي فليك مطالب ان يحسب لها الف حساب، لان يعني فريق أونام يعني يحدق الدفاع وايضا ينوع في الهجمات، يعني لاحظنا في بعض الاحيان يعني يقوم بالهجمه المركزه وعندما يجد المساحات يعني يسرع في النسق ويقوم بالهجمه السريعه. البايرن اكيد سوف يطارد لقبه الثاني، يعني فرصه، هذه فرصه تاريخيه كي يعني يزيد لقب آخر، لقب عالمي. ممكن اللقاء سوف يكون مفتوح، لقاء متوازن، ولكن شخصيا أعطي الأسبقية للبايرن، أكيد لن يفوت في هذه الفرصة. نعم، هي فرصة تاريخية لا تعوض بصراحة لتحقيق السداسية، هو حقق 5 بطولات قبل الآن والفرصة سانحة لتحقيق السداسية. وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أشكر ضيوفي الكرام الذين رافقوني حلقة الليلة من مدريد، الكابتن خالد غنيم مدرب شباب نادي رايو فاليكانو الأسباني، ومن بومرداس التونسي المحلل والمدرب الكروي محمد سالم، كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء على كرم المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.